الله يديكم العافية، سعيدة جدا ألتقيكم عبر الشروق، ومرحب بكم في توتي الجزيرة الخضراء. وين أنت يا سمية حسن؟ أنا والله موجودة، لكن ظروف يعني حالة دون إني أصغر في الآونة الأخيرة. يمكن الوسائل الإعلامية تناولت وفاة زوجي الله يتولاه برحمته الواسعة، عشان كده أنا كنت غبت عن الإعلام لفترة الحداد. وحاليا إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا يعني ابتديت أبدأ مسيرتي، و كل حين إن شاء الله. ونحن الأبواب مفتوحة أكيد. في العيد السعيد أستاذة سمية، كل الناس بتجهز لتفاصيل العيد من الخبائز والكعك وتجهيزات البيت وغيرها. في الوقت اللي بيجهزوا فيه الناس للعيد السعيد بكل تفاصيله، الفنان دائما بيجهز حاجات تانية عشان يفرح المشاهد الكريم، فعايزين نشوف العيد عند سمية حسن.
فالهوى لا عليها يحكي. جيت إبداع ما بعد إبداع. أنا للصباح ما نمت عشان استمحت للثالوث الخطير، كلمات وألحان وأداء بالتنور، ربنا يدي الصحة والعافية. وظليت دوما تنادي بالمثلث الثلاثي لاكتمال الأغنية اللي هي نعم. الكلمة واللحن والأداء. نعم. وإنت برضو عندك يعني باع واسع جدا في مجال الصوت، وتدربت على أيدي خبراء كوريين، فنشوف الصوت برضو والتلحين وإضافته للأغنية والأداء. أصل الأغنية مثلث وثلاثة أضلاع، لو ينهار واحد من الأضلاع ده فشلت الأغنية. صحيح. لازم الكلمات تكون بمستوى اللحن، اللحن يكون بمستوى الأداء، حتى وإنه الأغنية تكون مكتملة، وإلا المستمع ده مستمع خطير جدا جدا جدا، وأذنه نظيفة قادر يفرق بين ده وده، بين السمع وبين المسمع. فإحنا بنخاطب شعب راقي جدا، عشان كده لازم نقدم له أروع ما عندنا. فالثالوث مهم جدا جدا ونجاحه بكل أضلاعه. يا سلام. طيب نستمع لحاجة دندنات كده شوية كده، ما بين العيد السعيد والناس منتظر الآن وجمهورك بيشوفوا فيك الآن على قناة الشروق الفضائية، بعدك نيجي لمحاور تانية. والله مرحب. أنا بفتكر إنه الشعب السوداني ده كله فنان. يا سلام. أنا قبل كده في وسائل التواصل الاجتماعي لقيت صوت كده بيقول لك، بنت عادية بتقول لك أنا ياري لوالومي، ياري لوالومي، ياري لوالومي، عسل الحبة لا يومي، أنا ياري لوالومي، ياري لوالومي، ياري لوالومي، عسل الحبة لا يومي، يا الفراق أعمل لك إيش، يا الفراق أعمل لك إيش، أبعدوه خش الجيش ده الحبة وحب ناس غيس، أنا يا ريلوى لومي، ريلوى لومي، ريلوى لومي، عسل الحبة لا يومي، كل الناس شافتني أنا في رد لومتني، حتى بيت خالتك النعمة أنا في شيخ داعتني، ريلوى لومي، ريلوى لومي، ريلوى لومي، عسل الحبة دا يومي، يا الفراق أعمل لك إيش، أنا يا الفراق أعمل لك إيش، أبعدوه خش الجيش دا الحبة وحبنا صغيس، أنا يا ريلوى لومي، ريلوى لومي، ريلوى لومي، عسل الحبة لا يومي، شكلك منقى بجزيرة أنا بتحدى وامشي لا، إلا عشاقك كثيرة غير العاشق ما بشي لا، أنا يا ريلوى لومي، ريلوى لومي، ريلوى لومي، عسل الحبة لا يومي، عسل الحبة لا يومي، عسل الحبة لا يومي. يا سلام يا سلام، والله حشاكم جدا ومقدرين. الله يخليك. رغم إن إنسانة بسيطة جدا والكلمات كانت بسيطة جدا، لكن صراحة أنا عمق الصوت وبساطة الكلمات وعمق اللحن والله لفت انتباهي، عشان كده في كل غناء بتناول الغنية دي نموذج إنه الشعب السوداني كله شعب فنان. يا سلام. طيب نرجع ما بين الجزيرتين، جزيرة توتي والحصحيصة وجزيرة الخضراء، فعايزين نشوف، ما أقول لك البدايات، لكن في حوارات لك أنت صحفية أو لقاءات قلت أنا زمان بنوم بدمعتي، لأنه الأسرة كانت زمان رافضة رفض تام أنك تدخل المجال الفني، لكن أنت أصريتي وإلى الآن أنت تصرين على أنك دائما تكوني صاحبة بصمة واضحة يشار إليها بالبنان. نتكلم عن البدايات دي. أول حاجة العلاقة بين الجزيرتين علاقة قوية جدا جدا، أو نفس الحنان ونفس الطيب والنفاج والتكافل والتراحم والخضرة والجمال. يا سلام. فجد بيربط الجزيرتين ببعضهم. يعني سبحان الله، يعني أنا مشيت في بيئة كلها
ده بيجيك من الصباح، اوك سلام عليكم، مصط نهاية بتدخل عليك مرة، هيا بنتي كيف، ما دار لي كسرة، جيت لقيت نفس الموضوع ده هنا. انا افتكر ده والله دي قمة الإنسانية وقمة التلاقح وقمة الانسجام. فأنا حاسة ما غريبة، رقمي إنه ديلة علي يعني ناس دوتي، لكن معظم وقتي أنا عشته في الحصحيصة، مدينة الحب والجمال. أنا والله العظيم بحيي كل فرد فيها وصحباتي ومرتع صباي ومجلس الأنس الجميل في الحصحيصة، بحييهم بنفس القدر. أنا بحيي كل إنسان في هذه الجزيرة المعطاءة التي ألهمت شعراء وتقنوا لها جزيرة توتي الحبيبة، بحييهم بمناسبة العيد السعيد، بقول لهم كل سنة وانتم بألف خير. حقيقة أنا ما حسيت بأنه إني بعيدة من الحصحيصة، وانتم أهلي وناسي وأحبكم شديد. من عيد عن الحصحيصة طبعا من خلال وين انتم، لكن شنو من المواقف اللي دائما مرتبطة في ذهن الأستاذة سمية حسن، بما انه البدايات زمان كانت مشحونه ما بين التفاصيل انك تواصل وانك ما تواصل او كذا، لكن تأصريتي في مواقف معينه لسه عالقه في ذهني؟ والله انا يعني المواقف هي كثيره، يعني زي ما قلت الحاجه الله يرحمها ويحسن اليها ويجعل الجنه متغلبه ومسواها، يعني ما كانت حته الفندق بلا فراسه، مع انه هي تمتلك صوت جميل، يا سلام، تمتلك صوت كما الجماري. فهي اثناء ما بتغسل في العده بلقاها بتدندن، بتقول في شنو تكون عارفة، لكن نابع منها صوت جميل جدا جدا. لما تحس بأنه أنا خلاص نزلت أضاني عشان استمع لها، تقول يا بيتها ما تمشي شوفي شغلتك بنهرة بنهرة، يا بيتها ما تمشي شوفي شغلتك. فزولة سبحان الله، يمكن يكون إن شاء الله يكون صوتي بحجم صوت المرحومة الله يرحمها. فهي كانت تمتلك صوت جميل جدا جدا، وكانت جنة وجن البيت تمشي تغني وتغني في بيت الحفلات، ده شيء كان كثير جدا وكبير. فهي بمرور الزمن يعني استسلمت وحست بان انا جاده والمثل انا بقدر اخليها لانها جاريه في عروقي مجرى الدم يعني. فقامت استسلمت وبقت خلاص الحمد لله، حست بانه انا في تحصيلي العلمي ممتازه، عشان كده بيسوقوني كم نفر يمشوا معي الحفله ويجيبوني، ويا ما ناس اقنعوها يا حجه الفندم ما بقى حاجه طبيعيه، بتقول لهم لا البيت دي انا دايرها تقرا وانا عارفاها، كان مشت مسكت الغنى ده تاني بتنجح لي. فلقيتني انا اتغلبت على يعني كنت ناجحه جدا في تحصيلي العلمي بنفس القدر يعني الفن ماشي فيه. في النهايه بقت تستلم العدادات هي. يا سلام يا اخي. استاذه سمية، بما انه الفن لازم الشخص يثقله بالجانب العلمي وانه يتعرف على التفاصيل وضروب الفن المختلفه، وانت دخلتي معهد الموسيقى والمسرح وتخرجتي في العام 83، ده براه مجال كبير للذكريات الجميلة. عايزين نتعرف على دخولك للمسرح وبمنو زاملتي هناك والتفاصيل الحاصلة هناك شنو كان في المسرح، مسرح المدرسي ولا المسرح بتاع معهد الموسيقى الموسيقى والمسرح؟ زي ما قلت لك كبير، أنا تزاملت مع مجموعة طيبة جدا وكان لهم دور أساسي في الحركة الثقافية في البلد، كان دراميين ولا موسيقيين، فمنهم عثمان النو زي ما قلت لك والفاتح حسين عادل الصديق ومجموعة طيبة جدا من الناس اللي تركوا زي ما قلت لك يعني بصمتهم واضحة. نعم، فمن الأشياء اللي كانت جدا بتفرحني أنا بكون قاعدة في القهوة تحت بتناول لي في فنجان قهوة، بيجي الكوري بيضربني ويقول لي فوق سمية فوق سمية فوق فوق عشان امشي الطابق الثالث عشان يمرني. يعني انا ما كنت في الثلاثه والاربع ساعات دي بكون قاعده خمسه دقائق في القهوه، لازم اتمرن باستمرار. هو قام براهيم بي يقولون سميه دي انا دار اطلعها حاجه ثانيه بحسب اللغه اللي عنده بوصل لنا المعلومه. وبحمد الله يعني انا لما طرحتها كنت جبت امتياز في الصوت. يا سلام. وانا جيت الاذاعه بدون اجازة الصوت، هنا فيه الناس بيجيزوا الاصوات في داخل الاذاعه، انا جيت مجهزه يعني لحد هسه انا ما عندي شهاده من ناس الاذاعه انه انا صوتي مجهز، انا صوتي اجازه لي الكوري. وجدت الناس كانت مقتنعه وبحمد الله اشتغلت، وخايفه لحد هسه زول يقول لي وين شهادتك، فبكون في محك يعني بكون في مشكله حقيقيه. طيب عندك ذكريات مع مستر كيم صحيح؟ او نعم. الطاقم الكوري اللي كان في المعهد، نتكلم عن التدريب ذاته وانت يعني تخصصت في مجال الصوت تقريبا والبيان وغيره من التفاصيل دي، اضافت لك شنو برضه في مسيرتك الان؟
طبعا دراستي في معهد الموسيقى والمسرح اللي هو كلية الدراما والموسيقى حاليا أضافت لي الكثير، يعني ورتني أبعاد صوتي، وعرفت الصولفيج، عرفت تاريخ الموسيقى، وعرفت الهارموني، وعرفت يعني حاجات كثيرة. دي جد عملت لي مسيرتي الفنية لأبعد حدود. وأنا كنت يعني هسه زي تجربة الحلم العربي، أنا مشيت لأنه كنت دارسة شرقي، لولا الدراسة كنت فشلت فشل ذريع. فأنا يعني بوصي كل الفنانين والفنانات إنه لازم يثقلوا موهبتهم بالدراسة، دراسة مهمة لأبعد الحدود. يعني فأنا أفتكر إنه الناس ما يفتكروها مثلا حاجات بتاعت حفلات وقروش وعربات، لازم أنت تحترم مهنتك دي وتثقلها بالدراسة، حتى وإنه لقدام تقدر في العالم تقول أنا سوداني وانا دارس وانا متعلم وممكن اجيب في اي مسرح ما بيهمني. يا سلام، انت في السلم الخماسي والسباعي اللي هي كانت مشاركه في مهرجان الحلم العربي. نعم. دي برضو نقله نوعيه براها، نتكلم عنها شويه. والدول المشاركه كانت كم؟ والاغلبيه العظمى كانت لدوله مصر العربيه. نعم صحيح. هم 23 حالما وحالما زي ما بيقولوا. فالناس دي ابدعوا لابعد حدود الابداع، لكن نصيب الاسد كان للمصريين لانهم هم اصحاب الفكره، الكلمات والالحان، وعشان كده كان عندهم مجموعه كبيره جدا من الفنانين عشان يشاركوا في الشغل ده. بعد ذاك شاركت الكويت، وشاركت تونس، وشاركت الاردن على ما اعتقد، يعني هي مجموعه كبيره جدا. فجد انا بعتبر شنو؟ انه دي اعظم تجاربي الفنيه على الاطلاق. يا سلام. يعني عرفت الناس علي، وعرفت السودان، انا قصدي السودان. صحيح. ما اقول انا سوميه بس. وانا افتكر انه لو اتيحت فرصه لاكثر من فنان سوداني كان ممكن يجيف، ولو كان دارس. انا بقول لو كان دارس، لانه انا بعول على حته الدراسه دي، حتى وانه الواحد ما يمشي يدخل نفسه في حته صعبه يعني. ففي ناس كتار انا اقول لك بالمفتوح كده قالوا لي سميه تحديدا. والله لو انتم دارسين، انا من دواعي سروري انكم تمشوا وتعتلوا خشبه المسرح مع المجامع العربيه على اساس انه تثبتوا وجودكم ويكون في حضور سوداني. الدراسه مهمه. طيب الحضور السوداني من النقطه اللي وقفتيها فيها، انت مثلت السودان بالصوره المطلوبه عشان ترسمي صوره ذهنيه طيبه. الان في مشاركات في فنانين بيشاركوا باسم السودان قد ما يمتلكوا الارضيه الثابته جدا للفنان انه حتى كمان يمثل بلد. فدور الفنان برضه في المشاركات الخارجيه انه يرسم صوره البلد الجميله، نوصل غنانا السمح السوداني للعالم الخارجي. والله انت اسرت نقطه مهمه جدا جدا، وانا الحاجه دي مألماني الم شديد صراحة. نحن يا نمثل السودان خير تمثيل يا ما في داعي. فنحن في كثير من المحافل الدولية أو المهرجانات الموسيقية العالمية بيكون ماشي فنان بأورجن ومعه نفري، بيجيك هاني شاكر ب 35 عازف فرق الليل للنهار. فأنا بفتكر إنه دي مهزلة. وبعدين للأسف الشديد عدد الناس اللون علاقة بالتنظيم أكثر من الأوركسترا معقولة. انت يا وزاره الثقافه اديني فن فيه فنان يمثل ليك السودان بالشكل المطلوب، والا ما في داعي اي فنان يقول انا ماشي امثل السودان، لانه بنبقى اضحوكه ومهزله في نظر العالم يعني. يعني انت مع التمثيل يكون من الجهات الرسميه اللي بتبتعي فنان. بالضبط كده. انت لو ما قادر، كان في ناس والله كتر خيرهم يعني حاولوا يبرزوا مهاراتهم ويمشي يشاركوا، لكن المشاركه يا تكون مشاركه صاحيه ما في داعي لها يعني. فانت ما ممكن تمشي بعزفين قصاد 45 عازف لفنان من مصر مثلا او فنان من تونس او من الجزائر. بجد تكون حاجه محزنه جدا جدا. احنا دارين السودان ده بالمناسبه القطر المترامي الاطراف. صحيح. المتباينة الثقافات، نحن عندنا كم هائل من الأشكال الموسيقية. أفتكر إنه الحاجة دي يتقدمها بالشكل الأمثل يا ما في داعي إنها تقدمها. نحن القطر الغارة ده والله مليء ومفعم جدا بالجمال وبالإحساس وبالشعر وبالإيقاعات، الإيقاعات الإفريقية اللي لما تتدق دي. صحيح. الحجر بيقوم بيتحرك إذا ما كنت يعني مبالغة. فجد نحن يعني بفتكر انه انا في اللحظه دي تحضرني مريم مكبه. انا طبعا من عشاق هذه الامراه اللي بتحب وطنها بشكل يعني جد بيدعي للمفخره. من الاشياء يمكن اكون انا وانت ما سالتني، لكن عشان انا طيب مريم مكبه جدا. جميل.
مريم مكب عندها أغنية اسمها ملايكة نكوب عند ملايكة، أنا غنيت لها في واحد من المسارح في تقريبا سلطان العمان، وأنا بشتغل في الأغنية ملايكة نكوب عند ملايكة، فجأة لقيت في زول ماسك المايك وشغال معايا ملايكة نكوب عند ملايكة نينجاكو وامدوي نينجاكو ودادا ناشن رانا مال. انا هنا وقفت، يا بقيت سلام. اتلفت للصوت، لقيته زول من جنوب افريقيا، لانه واحد من معجبي مريم مكيبة. انا خلاص بكيت في اللحظه دي، يا سلام. ولو ما انا غنيت صح كان ممكن ينزلني، وانسجام طلع انسجام المسرح ده كله واقف وبصفق، يعني جد حاجه ما سهله. فهذه المرأة أنا أحبها جدا، لأنه مرأة من تتغنى لوطنها يعني تسهل كما الخيول. يا سلام، فجد أنا أتمنى أكون بحجم مريم مكبة. جميل. احنا نجي للمشاركات الخارجية، حنشوف تفاصيل كثير جدا، لكن استأذن المشاهد الكريم، فاصل ونواصل. وين انتو؟ خليكم قرب. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد. اهلا بكم تاني مشاهدينا في العيد السعيد، لسه مع استاذتنا سميه حسن، الذكريات الجميله والماضي الجميل كمان. استاذه سميه مرحبا بك مره ثانيه. اهلا وسهلا حمزه، سعيده بك والله. الله يعزك. وقلنا في المشاركات الخارجيه، فعايزين نشوف برضو انت كمان ما شاء الله تبارك الله، يعني لفيت عدد من الدول، البر، الدنمارك، المانيا، الولايات المتحده وغيرها. ناخذ المشاركات دي سريعا، وبرضو كمان هي فيها تمثيل لاسم السودان. نعم، أنا حقيقة والله يعني مشيت أوروبا بدعوة كريمة من أخ مجدي رشيد، أنا بحييه، فهو مؤمن بإني أنا فنانة، يعني ممكن أنشر الفن السوداني، يعني أنا بحييه والله. فمشيت بدعوة كريمة منه، وبعد وصلت هناك ومشينا عملنا الحفل الأول، اندهشت الألمانية اسمها مهيدة، فقالت للناس ابعدوا لي من الست دي، انا اللي بتبناها. يا سلام، والله تبنتني وبتمشي معاي، دي بتسهر على راحتي، حتى عدد ساعات النوم هي اللي بتحددها، فبتقول لهم ده صوت لازم نحافظ عليه. فقاموا استضافوني في اذاعه مالتي كالتشر، اللي بيقولوا لها مالتي كولتو حسب اللهجه الالمانيه ولا اللغه الالمانيه. فكانت بي 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 بيجروا معاي حوار، وكان عندي زول ترانسليشن كان بيترجم. فمهيدة بتسمع في الترجمة، لما طلعنا من الإذاعة قالت لي، يعني وصلت لي المعلومة بالإنجليزية، أنت لما بتتكلم يعني جسمك كده بيقوم كده، حبوب بيقوم حبوب كده، اندهاش، اندهشت يعني لحد زي ده. فأنا والله العظيم سعيدة جدا لما ألقى زول بيتكلم عن السودان، مش عن سمية حسن، بيتكلم عن السودان بالمستوى ده. احنا والله عايزين زول يمثلنا صح، والله في ناس قاعدين يمشي يخربوا وجه السودان ده بشكل ما حلو يا جماعه. انا والله ما حقد، والله احب كل الناس ودايره كل زول، وده ظاهر ده طبعا. السودان صحيح. السودان ده انا ما بعرف العب فيه بصراحه يا استاذ حمزه. انا افتكر انه اي زول ماشي يمشي صح، يمشي بفرقه، ويمشي ب شو مؤسس عشان يقدم اسم السودان بالصوره المطلوبه، يعني يرفع لنا السودان. فانا مشيت المانيا قدمت شغل، واجمل حاجه قدمت شغل في مسرح عملت تراثنا، شلت الدلوكة. يا سلام. وكان معاي فرقة موسيقية، أنا أصريت آلتنا دي لازم الكلور السوداني بالضبط، فكنت بعزف، فكان في كاميرات جات سلطت الضوء على الدلوكة، يعني افتكر ده الشكل الجديد أنت تطلع حاجاتك، لأنه زي ما قلت لك عندنا حاجات جميلة جدا جدا ما بتتوجد في العالم كله. فلما الناس سمعوا إيقاعات الدلوكة اندهشوا والله صراحة.
فكانت رحلات يعني الحمد لله ناجحة بكل المقاييس، لقيت فيها سودانيين يعني بيعرفوا طعم الفن. فعلا ما شاء الله. السودانيين في كل مناطق العالم هم بيحبوا الفن. مشيت ألمانيا ومشيت الدنمارك ومشيت السويد ومشيت مشيت هولندا، فعملنا حفلات جميلة جدا ونالت استحسان الناس. فجد أنا سعيدة. وغير كده في بالمناسبة مهرجان عمان في الجروب، يمكن الناس مركزين على الحلم العربي أكثر، لكن أنا شاركت في أعياد الأردن الشقيق في تظاهر ثقافية جميلة جدا جدا، وكان في عمل اسمه أردن نحييه إن المجد حياه. دي كانت اللقطة بتاعتي، وكنت أمام الملك عبد الله بعمل في الوسطى بتاعتي. والله العظيم رسل لي الحرس بتاعه قال لي كنت أروع واحدة في الأوبريت، يا سلام. وهداني صورة له هو والملكة رانيا زوجته، وهدوني ميدالية. فجد أنا ده النجاح اللي أنا بصبه له، وده النجاح اللي بدوره لكل الناس، وده النجاح اللي دايره أنا للسودان. فجد يا جماعة لما تيجوا تمشي تمثلوا السودان مثلوا صح، يا إما لا. أنا مصر على الكلام ده. ده حرص كبير جدا منك، كون انه الانسان بعد يمثل صوره السودان يمثلها بالصوره المطلوبه. وانت لو بتتفقي معي برضو كمان، الشعوب المختلفه بتراثنا وارثنا وثقافتنا يعني الضاربه في الجذور هي بتحب الاختلاف، يعني الموجود ده موجود على الساحه، لكن مجرد ما يجي شيء جديد او مختلف فبيكون في عنصر الاندهاش. احنا عايزين نمشي ونجي السودان ثاني، وعندك تجربه ما شاء الله سنوات فاقت ال10 سنوات في سلاح الموسيقى العسكري، نعم. نمر على التجربة دي السريعة. يا سلام، أنا بفتكر إنه سلاح الموسيقى كان من أعظم المراحل الغنائية في حياتي. أنا توفرت لي فرقة موسيقية يعني أنا ممكن أقول عليها أوركسترا سيمفوني، وكان معانا مجموعة كبيرة جدا من الشعراء والملحنين، منهم عمر الشاعر والفاتح عوض كسلاوي، أنا بترحم عليه وبحيي أسرته الكريمة، وعمنا جحفر الله يرحمه، يحفر غاية سلاح الموسيقى الله يرحمه. فالناس زي يعني قدموا لي المساعدة لأبعد حدود يعني المساعدة. فأنا كنت بغني، وأنا برضو في الفترة دي جاتني رحلة للصومال معي الأستاذ عمر الشاعر. يلا شوف شوف, شوف الأوركسترا لما تكون فخيمة، ولما الأوركسترا أنت تكون مال يدك منها. طلعت برضو عندهم عيد وطني في غنية محفظني لها ربشة، طلعت المسرح وانا تكتكت مع العازفين، لانه ديل قاعدين ناس ما بيعرفوا العربي، وانا حافظ اغنيه صوماليه. الاغنيه الصوماليه صادفت محلها انه ده يوم الوطني للصومال، قلت لهم في المسرح والفرقه حافظه يعني، حتى في اقرب الناس ما كانوا عارفين الحاصل شنو. قلت لهم لاني هاي مغوشي كعب سماح زي حديد كذا ما شاء مولاه لا حبا كما يدقوت كو كاري ملاحظة نشات كنت عليو موها قصويا من كي ذراعي ودعان يا ريم دات إيمون غنيسو إشوكو قو مغنيت كم مريريات وبحيو من كاجيو سودا ذي ميروه نحريس تهيمي. والله المسرح كله وقف على حيله وبصفي. دعينا جلسة تانية عشان نتعرف على معاني الأغنية طبعا، لأنه الزمن ما بيسعفنا. هي نعم. من اللحن الجميل والأداء هي أكيد الكلمات حتكون جميلة. أكيد أضاف لك كثير جدا سلاح الموسيقى العسكري، عرفك على فنانين أوركسترا متكاملة وشاملة. إحنا لأنه الزمن ما بيسعفنا عشان نذكر كل التفاصيل الجميلة كانت هي يعني كان هو مرور سريع. طيب نتكلم أستاذة سمية في جانبين، الجانب الأول المشاركات النسائية. قلنا زمان المرأة كانت تغني باستحياء وهي يعني شاعرة ومبدعة في كل المجالات، فحتى الأشعار كانت تنسب لناس بيتهم
وغيرها، لكن المرأة الآن عندها وضعها في المجتمع بكل تفاصيله وبكل ضروب الإبداع الفني. فعايز أشوف مشاركاتك برضو مع الشاعرات، وخاصة أنت عندك تحيز شديد كذا للمرأة لأنه هي بتمثل عنصر العاطفة، حقيقة وكمان أنت تجيدي كمان الجانب العاطفي والرومانسي في أغنياتك. أنا تعاملت مع مجموعة طيبة جدا من الشاعرات، منهم الأستاذة حكمة محمد ياسين، أنا بتمنى لها عاجل الشفاء وبقول لك كل سنة وأنت بألف خير يا حبيبة، وسعدية عبد السلام صاحبة الكلمة الرصينة الجميلة، يعني بجد يعني أنا سعدية دي لفتت انتباهي من بدري جدا جدا، وتعاملت معاها مجموعة برضو طيبة من الأعمال، وزينب موسى محامية حاليا هي في أرض الميجر في أمريكا بجرح المشاعر اللي هي لحنتها أنا، وده كلام ممكن فيما بعد نجي الشروق إن شاء الله ونوسع يعني المداخل. المداخل بإذن الله، لأنه ده كلام كبير ونحن أسف الزمن ما بيسعنا. فأنا تعاملت معهم في مجموعة كبيرة جدا من الأعمال، وحتى أعمال الأستاذة حكمة ياسين كلها أنا كنت ملحنة، إلا عمل واحد لحنه لي دكتور شمو أنا بحييه برضه، بقول له كل سنة وأنت بألف خير يا زول يا فنان. ف يعني ولسه يعني في شاعرات مديني أعمال لكن ما رأت النور، وانا بتمنى انه شاعرات، انا عايزه انا منحازه للمراه بشكل عجيب جدا جدا، ما معناه دور الرجل الشاعر انا ما منحازه ابدا، ما هم في المجال كانوا ظاهرين، لكن انا بشجع في المراه الشاعره. لكن انت حسيت برضو بأغنيات ومتفرقة الأضلاع، الأغنية ما حتكتمل، وحتكتمل كمان لما تكون المرأة مع المرأة، الإحساس بكون متكامل. رأيك شنو؟ احنا هنمشي نسلم على ناس البيت كلهم، بتونس معهم، شو معهم تفاصيل العيد، ونجي نكمل مشوارنا. نمشي؟ مرحب حضراتكم، تشرفوا. طيب نستأذن الأستاذ سمية حسن، حتكون معنا في الجانب الآخر مع أسرتها الكريمة. حنمشي اليوم ونجي مع أستاذ سمية، خليكم قريبين. كل سنة وأنتم طيبين. بعرفكم أنا الأخت أمان إبراهيم، اسم الشهرة أماني الأندلس بمدني. بعرفكم بأختي بنت خالتي عيناي مبارك، بنت الخالة سمية حسن، الفنانة سمية حسن. بديكم عيدية بمناسبة جيت كل بيتنا، بسمعكم حاجة من أغنياتي للشاعر جعفر عثمان عبد العاطي. الزمن غير، الزمن غير، بدل في مشاعري، الحب براه بقى ما بيغنيني، الديره واحد من الناس التقال، الدولاب مكسي مليان بالدولار، الديره واحد من الناس العمله، قلبي يجيبه كله، قلبي يجيبه كله، قلبي يجيبه كله، بدي استوب الجملة، أقول لك بصراحة ما تزعل مني، الزمن العلينا تغير كل شيء، ما تزعل مني. ده العيد طبعا هنا في جزيرة توتي الحبيبة، وجيراني جو عيدوا علي، عندي ابننا وجيراننا الحبيبنا الدوري، نحن بنقول لنا الدوري لانه صغير العيله، والدينا والمحرك لا جاري طوالي وخدوم الله يديه الصحه والعافيه، وعلى يميني اختنا الحبيبه كلثوم، الجار الحبيب البلقاه في كل لحظه جو عشان يعيدوا علي. بنت اختي اماني طبعا داخله عالم الفن بقوه، انا والله بحييها، ويعني بتمنى لها مستقبل زاهر في دنيا الفن، لأنه تمتلك الصوت الجميل، وبعد ذاك النوع الغنى اللي هي طرحته هسه ده الغنى بتاع الساحة والغنى بتاع الشباب الدارين والشباب، لكن عندي لها لونية تانية حتسهر بها إن شاء الله في الشروق لو أتيحت لنا فرصة أنا وهي، وأنا والله بعول علاقتي لأنه زولة فنان وزولة مهتمة بفنها، ربنا يوفقك إن شاء الله. أما الأمور الجميلة حلوة عيناي نور دنياي حبيبتي براي، عيناي مبارك دي بنتي الوحيده، هي طبعا فيها الحس الفني والله عيناي، فهسه هي خجلت منكم، لكن الله لو اديتها فرصه في الاستوديو حتبدع لكم، ومشت الساحه وفرحانه جدا، ساحه الاحتصام مشت وفرحانه جدا. عندنا جارتي الحبيبه بنت اختي كلثوم دي، وجارتنا عفاف
عفاف دي برضو من الناس اللي بحبوننا جدا، لانه لما نقول عفاف بتجيني قبل ما اصمت، يعني افتكر انه دي لهالي والله. وعندنا برضو فاطمة عبد الله صاحبة عفاف، ما بتوانوا في خدمتنا لحظة والله، في افراحنا وفي اتراحنا هم معانا، عشان كده اللي جو يعيدوا عليه قلت لابد من انه الناس ديل يسهروا ويشرفوني في برنامجكم خفيف الظل. انا سعيده جدا الليله باللقاء تم بيني وبين حمزه ولدي، لانه بجد يعني كان حواراته خفيفه الظل وعمق الادراك والثقافه الثره والجمال والاريحيه، انا ارتحت معاه جدا. ولدي حمزه انا بتمنى له هو التقدم في دنيا الاعلام باذن الله تعالى، وسعيده جدا بكم يا ناس الشروق والله. الليله انتوا سعدتوني سعاده لما انا ما قادر اعبر عنها، فجزيره توتي بتحييكم وبيتي المتواضع يحييكم، وانا بتمنى انه يكون برضو عندنا لقاءات كثيره عشان نسهر فيها ونقدر ندي الشروق ولو القليل، لان الشروق قناه ما سهله. فانا سعيده بكم، ايام سعاده ودمتم بخير، وكل سنه وانتم بالف خير. اهلا بكم تاني بعد اللمه الجميله اللي شفناها في منزل الاستاذه سميه حسن، واكثر حاجه طبعا كانت بنتها عيناي الجميله كانت منوره الجلسه. استاذه سميه في جزئيه اخيره بنرحب بك مره ثانيه، وكان عندك تجربه في سلاح الموسيقى، ونحن بنعيش في الايام دي روح وطنيه كبيره جدا لابناء الشعب السوداني، ونحن في فتره السودان مقبل على مرحله تغيير جديده، نامل ان يكون السودان في امن واستقرار. فالجانب الوطني، وهل يعني في اغنياتك برضه كيف نشوفه؟ والله انا طبعا مشيت ساحه الاعتصام وتقنيت للثوار، وانا سعيده جدا بنجاح هذه كيف الثوره تفاعلهم؟ والله شيء ما بتتخيله. يعني الناس رحبوا بي ترحيب كبير جدا، وانا سعيده جدا بالتضحيات اللي عملوها، يعني بجد الشباب عملوا شغل انا 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 انا, أنا بفخر بيه. كون الناس دي ينسوا نفسهم لدرجة الموت عشان خاطر الوطن، أنا أفتكر ده عظمة. أنا والله بحيي الثوار وبترحم على أرواح الشهداء، بعزي أسرهم، وبفتكر إنه الدم السال عزيز وقالي علينا من أجل رفعة السودان. فأنا غنيت لهم مجموعة من الأعمال، معاي ولدنا الزبير محمد نور المشهور بزبير ديجيتال، والحاجة دي هسه في وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا لسه أعمال وحنقيف ثورة حتى النصر ومدنية بإذن الله تعالى. والتحية لهذا القطر القارة السودان الجميل، سودان القد، سودان المشرق، سودان بعيدنا المشاكل، سودان بعيدنا الآلام. إحنا عايزين سودان يكون سلة غذاء العالم كما كان سودان الحب والجمال والقنا والمعنى الشفيف. أنا داير السودان كما أراه بمخيلتي، وانا متاكد انها تكون مخيله بس هيكون على ارض الواقع اجمل بقعه في العالم. يا سلام. طبعا ميدان الاعتصام كان فضاء واسع جدا لابداعات كثيره جدا اللي طلعت داخل ميدان الاعتصام، فعايزين حاجه كذا وطنيه جميله ممكن قبل الختام نهدي لكل المشاهدين، دندنات كذا لو كانت جلالات تكون افضل. والله طبعا حاجة بدون موسيقى يعني صعب جدا الزول يقولها، لكن تزول الصوت ما شاء الله. الله يديك العافية. أنا بقول لهم غير الحاجات اللي أنا نزلتها في الحاجات، بقول لهم أنا ليهم بقول كلام دخلوها وصيقي رحم سمها بدرجة جدادي تكلها جدر البعادي، ليكم بقول سلام دخلوها وصيقي رحم ليكم بجر تمام دخلوها صغير حام، انا نميت جيب غناكم يا سامحين هو يبراكم، ليكم بقول كلام دخلوها صغير حام قلبي دوركم تراكم حلقة الطير لي غداكم الصف الواقف رجاكم اتباشروا لي بلاكم ركزوا سمية وراكم، ليكم بقول كلام دخلوها صيقي رحم والله ليكم بجر سلام.
احنا برضو بنرسل تحية وسلام لكل المشاهدين في هذه الأيام الوطنية الخالصة من أسرة برنامج وين انتو على قناة الشروق الفضائية. نحن الآن أو نحن الآن من داخل منزل أستاذة سمية حسن في الخواتيم. أستاذة سمية، لو كان عندك رسائل حابة ترسليها لأسرتك لناس توت الجميلين ما بين الجزيرتين، لك يعني مطلق الحرية. كل سنة وانتم طيبين، أهلي في الحصحيصة، بيت بيت، شارع شارع، حارة حارة. والله جد أنا بعزكم وبحبكم، أتمنى أنه في كل لحظة أكون معاكم. كل سنة وانتم طيبين، وأهلي في جزيرة توتي، جزيرة الخضرة والجمال والإبداع. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وبتمنى من أي زول حس بأن أنا غلطت في حقه يسامحني. في العيد سماح، والعيد جمال، والعيد مغنى، العيد حب وسلام. والتحية ليكم، وأنا سعيدة جدا أنكم زرتوني في داري المتواضع، وبيت مفتوح ليكم، تجدون نحن الضيوف أنتوا أهل الدار إن شاء الله بإذن الله. نحن مقدرين جدا على حفاوة الاستقبال وعلى الجمال الظاهر في كل مكان، يعني مقدرين وشاكرين، ونتمنى لك دوام الصحة والعافية، ولسه الوطن منتظر منك الكثير. شكرا حمزة، وانت رجل مبدع والله، الله حقيقة يعني. شهادة احتز بها. تسلم يا حبيبي، الله يخليك. كانت ديلما جميلة من داخل منزل الأستاذة سمية حسن، درة النيل توت اللي احتوتنا بكل تفاصيل الجميلة، لشفنا فيها الجمال والإبداع أسرة الأستاذة سمية حسن، ولسه بترسل برسائل الحب والجمال لهذا الوطن. احنا قبل ما نختم، وين انتو برضو نترحم على أرواح شهداء الوطن، أرواح شهداء ثورتنا المجيدة اللي سال منهم الدم والدمو، برضو تحية لأسرهم في العيد السعيد. وين انتو لحد ما يتجدد اللقاء؟ في رعاية الرحيم، تحياتي وفريق البرامج.